معانا دلوقتي عبر زوم المصور الموهوب عمرو عبد الوهاب عشان نتعرف منه على تخصصه في تصور او تصوير الفضاء والظواهر الكونيه المختلفه في سماء مصر، ونتكلم كمان عن اشاده ناسا بيه. صباح الخير عليك يا عمرو. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جمانه. انا سعيد جدا ومبسوط جدا من خلال صباح الخير يا مصر ان احنا اشارككم شغفي واكلمكم اكثر عن واحده من عجائب الكون اللي انا بوثقها على مدار 15 سنه اللي فاتت، ويعني توجت الحمد لله مؤخرا باختيار احدى صوري كواحده او كافضل صوره في العالم اللي اختارتها وكاله ناسا. احنا اللي سعداء جدا بوجود. اتفضل. انا مبسوط جدا حقيقه، لان انا من وانا صغير يعني اشد المتابعين ومعجب جدا ببرنامج صباح الخير يا مصر. اسمي عمرو عبد الوهاب، وانا رئيس قسم الفلك بجمعيه الدكتور مصطفى محمود الفلكيه، ومؤسس استرو تريبس كواحده من اولى الحاجات في العالم اللي هي بتهتم برحلات الرصد الفلكي، وبتخلي الناس يعني من مختلف الاعمار ومن مختلف الجنسيات ان هم يشوفوا جمال وعظمه مصر من خلال التلسكوبات ومن خلال الكاميرات المتخصصه اللي انا بصور بيها. طبعا يعني احنا كمان بنحييك وسعداء الحقيقه بوجودك معانا النهارده. بس واحنا بنتكلم عن هذا التخصص تحديدا يا عمرو، يعني ليه اخترته؟ وفكره انه احنا في مصر هنا يمكن مش من ثقافتنا بشكل كبير قوي، او مش كتير قوي مهتمين بفكره ان هم يتابعوا حركات النجوم والكواكب من خلال التلسكوبات الموجوده عندنا في مصر. فانا عايز اعرف منك ليه اخترت التخصص ده تحديدا، وبرضه عايز اعرف منك هل احنا في مصر هنا عندنا المعدات والالات اللي تقدر انها المتقدمه، او اللي تقدر ان هي اي حد يقدر يروح ويتابع هذه الصور او التحركات؟ تمام. هو الموضوع ابتدى من وانا صغير، ويمكن دي رساله للاسر ان هم يهتموا باولادهم من هم صغيرين. انا نشات في قريه من قرى الصعيد، قريه اسمها الشيخ فاضل في محافظة المنيا، وتربيت في فترة ما كانش فيه كهرباء طوال الوقت، وكان الحاجة الوحيدة اللي يمكن أنا بعملها أنا ووالدتي في النهار الأكتيفيتيز العادية، بالليل إحنا بنبص للسماء. وهي كان عندها تساؤلات كتيرة جدا، وكان نفسها تتعلم وتعرف أكتر عن الكون. فابتدت من هنا رحلتي وأنا عندي 7 8 سنين إن أنا أحاول أجاوبها على هذه الأسئلة. مصر، وخليني من خلالكم المعلومات هقولها معلومات مهمه جدا، واتمنى ان هي تلقي صدى يعني بقوه. مصر واحده من اعظم الاماكن في العالم، ان ما كانتش هي الطب في العالم، المناسبه للرصد الفلكي والتصوير الفلكي والاستكشافات الفلكيه. يمكن بينافسنا في ده دوله تشيلي. تشيلي طبعا عندهم الصحراء كبيره جدا، احنا عندنا صحراء اعظم جدا، اعظم منهم طبعا بكتير. الجو جاف، نقدر نعمل حاجات في منتهى العظمه وفي منتهى الجمال لو توفرت الامكانيات. الحقيقه الامكانيات عندنا، طبعا امكانيات عندنا واحد من اعظم المراصد، يمكن اكبر مرصد في شمال افريقيا والشرق الاوسط، مرصد القطاميه الفلكي. انما طبعا انا كل الحاجات بعملها بشكل شخصي، طالع عيني طبعا علشان اشتري المعدات، معدات مكلفه جدا 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 فوق الوصف يعني. انما بحاول بالاول تلسكوب كنت عملته هاند ميد، عملته بنفسي، وكنت خدت التلسكوب ده ورحت الصحراء البيضاء من 12 13 سنه. ودي كانت البدايه. اول ما حطيت تلسكوب في الصحراء كان في جنسيات كثيره جدا من كل انحاء العالم، من كوريا ومن اليابان ومن امريكا ومن اوروبا. اول ما حطيت تلسكوب الناس اتفاجئت انه الوايت ديزرت فيها تلسكوب. فكل الكامبات بتاعه الصحراء البيضاء الليله دي اتجمعوا عندي، وابتديت اشرح ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها، ازاي نعمل سكاي نافيجيشن باستخدام العين المجرده حتى. فاحنا عندنا اوبورتيونيتي جميله جدا ان احنا نقدر نشارك الناس ونوريهم حاجات يمكن مش متاحه. طيب، في دول العالم. هل ده اللي خلاك تعمل المرصد المتنقل والتلسكوب اللي بتتجول بيه وبتجمع اطفال؟ بالظبط بالظبط. الفكره كمان هقول لك انا ليه عملت المرصد الفلك المتنقل. انا كنت في واحده من البقع او من الاماكن العظيمه جدا في مصر اسمها سرابيط الخادم، وسرابيط معناها اعمده، والخادم اللي هم الخدام اللي كانوا بيحرسوا المعبد الفرعوني الوحيد اللي في سيناء. واخذت العربيه واخذت الاسكوبات واخذت مرصد الفلك المتنقل، ورحت عند صديق عزيز في سيناء واس بي، وفاجئ انه اهلنا من البدو في سيناء الحبيبه، من الاطفال ومن الشيوخ الناس الكبيره، على درايه كبيره جدا بالسماء،
عارفين المجموعات النجميه، عارفين حاجه اسمها نجوم الانواء، لما تظهر نجوم معينه امتى هيحصل الحر الشديد، امتى هيحصل المطر، امتى هيحصل انه الجو هيبقى الطف. فده اللي شجعني ان انا اعمل فكره المرصد الفلكي المتنقل. الحمد لله رب العالمين لفيت مدارس كتير جدا في مصر، وشاركت شغفي وشاركت الحلم اللي انا كنت بحلم بيه من صغري يعني. طيب جمانة، بس انا اتفضل اسف اتفضل. هوضح لك حاجه، احنا علوم الفلك مرتبطه بمصر، مصر العظيمه من قديم الازل، من ايام الحضاره طبعا المصريه القديمه. طبعا معبد دندره واحد من الايقونات اللي موجوده في العالم، دايره البروج اللي موجوده في معبد دندره، المصريين القدماء والحضاره الفرعونيه قدست نجمه عظيمه جدا اسمها نجمه الشعرى اليمنيه، ودي النجمه الوحيده اللي ذكرت باسمها في القران. النجمه دي لما كانت بتحصل ظاهره اسمها الشروق الاحتراقي، كان مرتبط عند القدماء المصريين بتقويم بفيضان النيل ببدايه صحيح السيزون بتاع الزراعه. مظبوط. صحيح. طيب اخيرا حابه اعرف منك التفاصيل او كواليس اللي حصل، يعني فكره ان ناسا تنشر صورك او تنشر صورتك دي، اعتقد ده تقدم كبير جدا باعتبارها كمان هي الحمد الافضل في لله. تصوير عالم الفضاء. احكي لنا الحمد لله الكواليس طبعا. كده ايه اللي حصل وسريعا بعد اذنك. خليني هقول لك على حاجتين. الحاجه الاولانيه زي النهارده بالظبط نشرت لي صوره كانت اعظم صوره يمكن في تاريخ رصد المذنبات. الصوره دي كنت صورتها من فوق هرم خفرع، ودي خدت برضو من افضل الصور في العالم زي النهارده تحديدا بالظبط. الصوره بتاعت ناسا، انا كان حلمي بقى لي 10 سنين ان انا اوثق الصحراء البيضاء والسماء او ايجيبت ات نايت في الوايت ديزرت. فطلعت على مدار 8 ليالي انا بحاول اصور الصوره دي، وبعدين نزلت صوره، شاركت الصوره. وكان عندي ظروف، بنت اخويا الله يرحمها كانت طفله توفت، وفي نفس اليوم اللي توفت فيه لقيت وكاله ناسا الفضاء بعتالي احنا عايزين نسالك على الصوره دي. فجاوبتهم على اسئله 18 سؤال، بعدين رجعوا لي تاني سالوني 12 سؤال كمان، بعدين قال لي وي ار كونسيدرنج ان الصوره دي واحده من افضل الصور اللي اتصورت للميلكي واي اراوند دي وورلد يعني، او على من سطح الكوكب يعني. فشكرتهم وخلاص، ما خدش بالي انه دي ممكن تاخد افضل صوره في العالم. في يوم صحيت الصبح عادي جدا بمارس الطقوس بتاعتي، ففوجئت ان واحد الاصدقاء بعت لي صوره، حد من فرنسا وصديق مصري شغال في معهد الفلك، فبعت لي فايز بي. اكتشف انه الانتر اكشن بتاعت او تفاعلات تفاعل الناس من حوالين العالم، لدرجه انه واحد يقول لي انا متابع الصور بتاعت وكاله ناسا اللي بتختارها بقى لي 20 سنه، وانا بقول انه دي واحده من افضل الصور ان ما كانتش افضل هي صوره احنا يعني التقطت على مدار التاريخ. احنا فخورين بيك يا عمرو، وموهبتك الحقيقه موهبه شكرا تستحق جميعا. الاشاده، ودايما من نجاح لنجاح. نشكرك طبعا جزيل الشكر المصور عمرو عبد الوهاب. شكرا جميعا. شكرا شاذلي، ميرسي جدا.